السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء متابعين قناة تربح من الإنترنت. أهلا وسهلا بكم. لو دي أول مرة برجع أبدأ تعزيز الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة هنشرح مجموعة جديدة من الروتروبات، بس قبل ما نشرح فيهم أحب أوضح وصول العملة من العملات أو تسعيرها. العملة كانت نزلت لي من الإيردروب، كنت سجلت فيها على منصة ليتكوين، المنصة اتكلمت عليها كذا مرة. الإيردروب كان مديني 700 من العملة. أسعاره النهاردة نزل ب$6.52 بجانب ارتفاع ملحوظ في جميع العملات على المنصة. المنصة سابقة يا ريت كلنا نسجل فيها. هتلاقيني سايب لك لينك الايردروب بتاع المنصة الخاص بالمنصة نفسه. المنصة دي أول حاجة فيها نوعين من الايردروب، ايردروب خاص بالمنصة نفسه هتلاقيه جوه المنصة موجود، وايردروبات لعملات السبورت من المنصة. يعني مثلا عملة زي عملة مثلا فيس، العملة عرضت ايه؟ عرضت ان هي هتنزل في المنصة دي، فالمنصة بتعمل لها سبورت انها بتعمل دعاية ليها او كده، وبينزل ايردروب مشترك ما بينهم. اي ايردروب انا بينزل انا بنزل له فيديو شرح. هنخش دلوقتي على الايردروب الخاص بالمنصة نفسها، اعيده تاني اتكلمت عليه كتير، نتكلم برضو عليه النهاردة تاني. الايردروب عبارة انت بتسجل في الايردروب نفسه، بعد كده بتفتح معاك الصفحة بالشكل ده، وبتيجي هنا رابط الاحالة بتروج له، دي مهمة من المهام. بتعمل فولو للثلاث صفحات دولت، اول حاجة التليجرام، الفيسبوك، تويتر. بتقول ان الحالات بتروج للحاله بتاعتك، بتحاول تجيب عدد من الناس، كل حاله بتديك عدد من العملات حوالي 11 عمله. تالت مهمه ان انت بتشتري اي عدد من العملات من عمله لايا نفسها اللي هي لات كوين في المنصه. هوضح لكم برضو النقطه دي والفايده بتاعتها. انا كنت شاري، انا هخش على المحفظه بتاعتي، انا اشتريت 330 عمله من المنصه، كان وقت ما اشتريتها $24، دلوقتي ارتفعت بقت من $24 ل$35، ده يعتبر مكسب من المكاسب. يعني انا كسبان $11 فرق ايه السعر لو بعت دلوقتي، بس انا هسيبها باذن الله العمله في سعرها ارتفع عن كده. هسيب لكم رابط الايردروب تحت في الفيديو في الشرح اللي حابب يسجل فيه. نخش تاني اول ايردروب معانا هشرحه النهارده. الايردروب ده خاص بمنصه جديده اسمها ماي كونتينر. الايردروب انا كنت شاكك في الايردروب نفسه مش في المنصه، فدخلت اللي هو الايردروب ده صفحة الايردروب معانا، فدخلت انا كلمت الدعم الفني في المنصة، وده كان ايه الكلام ما بيننا. قلت لهم، سألتهم عن الايردروب نفسه اللي نازل ده سكام ولا حقيقي، رد عليا الدعم الفني قال لي لا الايردروب حقيقي واشتغل فيه عادي مفيش مشاكل، وقال دي الصفحة بتاعتنا على تويتر، لو انت حابب تعرف اي معلومة جديدة هتنزل بنزلها على الصفحة. فطريقة تسجيل في الايردروب هوريها لكم دلوقتي. هي طبعا لما تفتح معاك الصفحة الايردروب مش هتفتح معاك بالشكل ده، هتلاقيها فتحت معاك كلمة ساين اب في النص، طالب منك التسجيل. التسجيل عبارة ان انت تحط في اول خانة الايميل وفي تاني خانة اسمك بالكامل، وبعد كده بتعلم على مربع ان انت موافق، وبعد كده بتحل الكابتشا وساين اب، بيجي لك رسالة تفعيل على الميل بتحلها. انا هوضح لكم اول كام مهمة كده اللي فيهم التركة او فيهم صعوبة شوية. اول حاجة دي سهلة، دي انت بتقول لك حط الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصة، بتحط الايميل وتدوس كلمة سبمنت، بكده يكون ايه نفذت المهمه. لغه الايميل اللي انت سجلت بيه في المنصه نفسها، هتلاقيني سايب لك اول حاجه رابط المنصه تحت الفيديو في الشرح مع الايردروب برضو. تاني حاجه في المهمه او تاني مهمه دي هنأجلها لبكره عشان فيها مشكله في الدعم، كلمه الدعم برضو عليها قال ان في مشكله في المحفظه. فكره الايردروب نفسه او المهمه دي ان انت هتخش على العمله دي في المحفظه نفسها او في المنصه، اللي هي كلمه تخش على كلمه ماي اسيست بعد ما تسجل هنا على كلمة ديفي المحفظة اللي هو العملة اللي هو طالب عليها الايردروب ده اللي حصل عليها الايردروب. هتخش على كلمة انفست. المفروض في الطبيعي ان انت هتلاقي هنا كلمة جنريتور ايه ادرس، بيطلع لك عنوان العملة اللي انت ايه هتعمل استثمار عليها. بتاخد العنوان وبتحطه هنا في الايردروب وبتدوس سمنت عشان يبعت لك العملة بعد كده على العنوان ده. حاليا في مشكلة في المحفظة وقال لي هيحلوها بكرة. هديكوا برضو مثل بس العملة تانية لنفس الفكرة. هنخش هنعتبر ان كده مثلا العملة دي هي عملة ديفي، هنخش عليها هنقول له انفست، هتلاقي هنا كلمة جنريتور ادرس، هتدوس عليها هيظهر معاك عنوان بالشكل ده، تاخد له كوبي وترجع تحطه تاني ايه في المكان ده وتدوس سبمنت. بس انت بكرة هتأجلها لبكرة لغاية لما يظبطوا عنوان المحفظة اللي هي خاصة بديفي. نيجي على المهمة اللي بعد كده، عبارة عن سؤالين هتلاقيني سيبلك اجابة السؤالين دولت. اول سؤال معانا
هتلاقي اجابته كلمة start. فتيني اكتب لك تحت كده الايردروب في الفيديو في شرح، اجابة السؤال التالت كلمة start، اجابة السؤال الرابع كلمة divi. يبقى ايه اول مهمتين وضحتهم، بعد كده تاني مهمة اجابة السؤال، رابع مهمة اجابة السؤال، لان دلوقتي سايبهم لك. بقية المهمات سهلة، هتيجي المهمة زي انا عملتها مثلا، دي عبارة عن فل الصفحة بتاعتهم على تويتر، اقفل الصفحة تانية. هنا عبارة عن انت بتشارك في جروب تليجرام، مهام كلها سهلة مفيهاش اي مشاكل، فيسبوك المهام الطبيعية بتاعتنا في اي ايردروب. عفوا. يبقى بكده ايردروب ده مش شرط تعمل المهام بتاعته كلها مرة واحدة، وبالذات بالنسبة لتويتر منصحكش بكده. انت ممكن في تويتر ممكن كل يوم تاخد مهمة او اتنين او تلاتة بكتير، وتقسم المهام بتاعة تويتر على 3 ايام او 4 ايام. بالنسبة لبقية المهام اعملها عادي شغال فيها مفيهاش اي مشاكل، زي مهام الفيسبوك اليوتيوب اي حاجة تانية كلها مهام سهلة مفيش اي مشكلة. نيجي على الدروب اللي بعده، ده الدروب خاص بمنصة جديدة اسمها اكس ديت، هي نزلها دعاية كتير. انا طبعا شاكك في المبلغ، الدروب بيقول ان هو يدينا ربح او بونص من المنصة 2000 يورو، فكلام مش معقول طبعا. فاحنا هنسجل، هو العموم بيبقى عامة الحاجات اللي زي دي بيبقى اما هي فيها اسكام او مش حقيقية، لما هيديك المبلغ فعلا بس مش هيدولك فيه تسحبه، لا بيديك المبلغ تحطه مثلا في التداول هنا وتكسب من الربح بتاعه. يعني مثلا ايه ده بالفكره، يعني هيقول لك مثلا ايه معاك 2000 يورو جوه المنصه هنا، هتشتري مثلا بال 2000 مثلا بيتكوين، وهو نازل، وبعد كده لما يرتفع مثلا ارتفع 10 سنت فرق في المجموع اللي انت جبته مثلا طلع لك 20 دولار، يبقى الربح بتاعك تتداول داخل المنصه بالمبلغ والفرق المكسب اللي انت بتحققه ده الربح بتاعك. المهم احنا هنشترك ومش هنخسر حاجه. تسجيل فيها عباره عن انت بتسجل ايميل وباسورد وخلاص، مفيش اي تاكيد باسبور او بطاقه والكلام ده. تمام. نخش على الدروب اللي بعده، ده خاص بعمله اسمها ريتي. الدروب بيفتح معانا بالشكل ده، والدروب على العموم هيدينا بالظبط ثانيه واحده. هيدينا 1200 من عملة ريتي زائد 1500 على المحفظة. اوضح لكم الكلام ده دلوقتي. انت الدروب اما تفتحه هيفتح معاك بالشكل ده. اول مهمة يطلبها منك تشترك في جروب تليجرام، تاني مهمة ان انت تنزل محفظتهم على محفظة اسمها كوين اس، وبتخش على كلمة بعد ما بتنزل المحفظة تلاقي المحفظة بالظبط. انا هقول لك شرحها كده بس عشان مش عارف اظهر لكم الموبايل عندي على الكمبيوتر، فانا هوصف لكم الشرح. هبقى تنزل المحفظة من على يا اما حاجة من الاتنين، يا اما اندرويد يا اما ايفون. عندك الرابطين جوه، الرابط بتاع المحفظة جوه التليجرام اهو. بعد كده مجرد ما تنزل المحفظة اول حاجة بيطلبها منك بتدخل بياناتك وكده، وبعد كده بتلاقي عندك عبارة عن شوية كلمات. الكلمات دي زي تبقى دي مفتاح المحفظة بتاعك، انت بتاخدهم تكتبهم او تحفظهم، تكتبهم كوبي شوف انت هتحفظهم ازاي، وبعد كده تدخل الباسورد بتاعك. بعد كده تلاقي المحفظه فتحت معاك عادي، بتلاقي كده في الظاهر قصادك في المحفظه في النص كلمه اسمها كلمه وايلد، بتدوس عليها بيطلع لك فيها 3 كروت، كارت ايثيريوم وكارت بيتكوين وكارت عمله اوس. انت هتختار الكارت اللي هو خاص بالعمله الايثيريوم، هتدوس عليه هيطلب هتلاقيه بيقول لك انت هتعمل هتكريت او هتعمل كارت ايثيريوم جديد، قول له اه. هيطلب منك انك تحط يوزر نيم او اسم للكارت ده، فحط له اسم يعجبك مفيش اي مشاكل مفيش تفرق يعني. بعد كده مجرد ما هتكريت الكارت هتلاقي ظهر للكارت ده رقم محفظه، رقم المحفظه ده هو اللي هتحطه هنا. هتيجي هنا تحط رقم محفظه زي انا وحطيت هنا كده، انا في الاول حبيت اتناصح حط له رقم محفظه الايثيريوم وايلد بتاعتي، قال لي لا ده مش رقم محفظه. فلما نزلت المحفظه حطيت له رقم الكارت اللي انا قلت لك عليه ايفل، واداني 1200 من العمله ظهروا معايا هنا اهو، وبيقول لي ان هو هيديني 1500 على المحفظه هناك كمان. تمام. يبقى كده المجموع تقريبا 2700 بجانب ان انت عن كل حاله تاخد 500 من العمله. تمام. اير دروب سهل مفيش اي مشكله. هما مهمتين، اول مهمه تسجيل في جروب تليجرام، تاني مهمه تنزيل المحفظه، يمكن اللي فيها صعوبه شويه. نيجي للاير دروب اللي بعده، ده خاص بما عمله اسمها ناش. العمله اللي هم بعتولي على الميل ان هم العملة بتاعتهم قربت تنزل، انا عايز اشوف كده التاريخ بالظبط. اه فعلا اه 7 جون، يعني قربنا على شهر 7 مش بعيدة برضو. اه 17 جون، يعني كلها 3 شهور تقريبا. العملة تبقى سعرها مرتفع،
الايردروب هو عبارة عن ايردروب حاليا، ايردروب حالات. انت مجرد ما بتسجل لا يا رب، انا ما اتذكر، اهو بيديك $50 بما يساوي $50 من العملة، وبعد كده عن كل احالة بيديك ايه، عملتين استك. تمام. الدروب ما فيهوش اي حاجة، انت مجرد بتسجل وتفعل وبتسجل هيئة الصفحة بتاعتك، بتاخد بس رابط الاحالة وبتروج له عشان تاخد عملة زيادة. الدروب اللي بعده، الدروب ده المنصة اسمها فيكس بور او فيكس برو. نبص كده ثانية واحدة على الداتا بتاعته. فيكس برو الدروب ده هيديني قيمة عملة من عملة اسمها فيكس. العملة الواحدة بتساوي من الايثيريوم 31,000. تعالى نحسبها كده مع بعض، زي هنقول 100 في 0.0031، يعني تقريبا هيدينا 3,100,000 من عملة الايثيريوم. طبعا زودت احيانا هيجيب معاك اكتر. التسجيل في الدروب هنا اشترط وثائق، يعني انت بعد ما تسجل هتسجل عادي سواء بالايميل او بالموبايل، وبعد كده بعد ما تسجل هتيجي هنا على كلمة security. يفتح معانا بس الدروب الموقع. تمام. هتلاقي دي الحاجات اللي طالبها منك. انا كنت مسجل بالموبايل، انا كنت مسجل بالايميل، بعد كده هو يطلب منك انت تربطه بالموبايل، بس يفضل عشان تقولش غلط. انا قلت لما تيجي تسجل في الاول حال تسجل بالموبايل، جرب كده، عشان هو بعد كده لما واجهت صعوبة ان انا مش لاقي مكان ان هو ايه للكود. فانت لما تيجي تسجل سجل بالموبايل وبعد كده اربط ايه بالايميل. تمام. او سجل بالايميل مفيش مشاكل. بس بعد كده المهمة المطلوبة اللي بناء عليها تاخد البونص، مش هي دي البونص، تاخده على حاجة اسمها تفعيل الاسم بتاعك. تفعيل الاسم هيتم ازاي؟ زي ما قلنا بعد التسجيل هتخش على كلمة security، بعد كده هتيجي على كلمة go to set، هترفع الكلام المطلوب منك ده. أول حاجة اسمك بالكامل، بعد كده رقم الحاجة اللي انت هتثبت بيها الشخصية سواء بطاقة أو باسبور. هو طبعا أنا مش هضحك عليه، هو أكيد باسبور عشان الموقع هنا بتعامل معاه بالإنجليزي، فيبقى ايه، هنقول باسبور. تمام. يبقى رقم الباسبور، وش وظهر الباسبور، او رقم اي حاجة اثبات شخصية معاك لو في اللغة الانجليزية يبقى تمام مفيش مشاكل، لو رخصة سواء دولي اي رخصة سواء اي حاجة زي كده بالانجليزي. تمام. التالت واحدة صورة، الصورة هنا بترفع، بتمسك الباسبور وبتمسك ورقة مكتوب عليها كلمة فيكس شرطة هاك، وفوقيها التاريخ اليوم نفسه اللي انت هتسجل فيه، ماسك الباسبور وبتصور الصورة وبترفعها هنا. تمام. وانت بترفع الصورة يعني اول حاجة هحط اسمك، وبعد كده رقم الباسبور، بعد كده ظهر الباسبور او وش الباسبور وظهر الباسبور، بعد كده الصورة انت مصور فيها، وتدوس هنا كلمة سند فيريفيكيشن تو ميل، بيبعت لك كود على الايميل بتاخده تحطه، وبعد كده بتدوس سمنت عشان يفعل البيانات اللي انت رفعتها. ده كده الاير دروب بكل سهولة، بس الشرط فيه اساسي انت تفعل وثائق. نيجي للاير دروب اللي بعده. الاير دروب ده خاص بعملة اسمها ريفيت. الاير دروب هيدينا كل واحد 10,000 من العملة. طريقة تسجيل سهلة، انا ممكن اسجل معاكم، انا لسه مسجلتش. اول مهمة طالبها مننا ان احنا نشترك في جروب تليجرام الاول. تمام. بعد كده نشترك في جروب تليجرام التاني. ده موقع العملة للاطلاع اللي عاوز يبص عليها ويعرف اي معلومة عن العملة. هتلاقي اول حاجة هنا فوق، مش مطلوب في المال عامة تانية. بعد كده بيقول لك اعمل فولو للصفحه بتاعتهم وريتويت للبوست ده مع عمل 2 تاج من صحابك. نفتح البوست ونعمل من داخله ايه فولو. هتيجي اول حاجه تعمل فولو للعمله للصفحه، وبعد كده هتيجي تاني اعمل له هنا لايك، وهتعمل هنا ريتويت، نكتب فيها كومنت مثلا ايه ماي جوب ايا كان، ده عربي. او كلمة مايس كفاية مش مشاكل. بقى كده نعمل تاج لمجموعة من صحابنا.
تمام وتدوس سويت هنا اهو، هترجع للينك الرئيسي بتاعك او الصفحة الرئيسية بتاعتك، هتنسخ ايه لينك الريتويت اللي انت عملته اللي هو ده، كوبي خلي مش هنحتاجه دلوقتي. المهمة اللي بعديها فور الصفحة على المودم، احنا ممكن نرص المهمات ونشتغل عليها. اول حاجة ميدم، طالب منك انك تعمل فل الصفحة بالشكل ده، قلنا عشان موقع ميدم ساعات بيغشك بيبقى انت دوست فل ومنفذ المهمة، فممكن ندوس هنا ريفرش عشان نتأكد. تمام كده ايه الفل بتاع اتأكد، نيجي هنا نعمل سبسكرايب للصفحة بتاعتهم، نرجع تاني للدروب هندوس مفيش اي حاجة اتحط هنا، لا يبقى نكست. انا بنسخ بس الرابط ده اشيله على جنب. هنيجي هنا اول حاجة طالبها من اليوزر انت سجلت بيه في المهمة بتاعتهم في التليجرام، وبعد كده الريفيل. الريفيل التليجرام هتلاقيني سايب لك اليوزر بتاعي كاتب جنبه كلمة يوزر الإحالة، هستأذنك لو تحط اليوزر بتاعك في الخانة دي. هتيجي بعد كده هنا ده لينك التويتاية اللي احنا عملناها، نرجع هنا كوبي لا أنا آسف، هنا لينك البروفايل بتاعك، لينك البروفايل بتاعك بتاع تويتر، وتحتيها لينك الايه الريتويت اللي انت عملته، يبقى في الخانة دي لينك الريتويت. وبعد كده طالب منك اليوزر بتاعك على موقع ميدم اللي انت ايه عملت له فولو عليه، هتيجي هنا هتدوس بروفايل وتاخد اليوزر بتاعك، يور ميدم بروفايل، لا ده هو عاوز لينك بالكامل، لينك البروفايل بالكامل مش اليوزر بس، ناخد له اللينك بتاع البروفايل بتاعي. وبعد كده اللينك بتاعك بتاع اليوتيوب، يفضل لو عملت لايك هنا على الصفحة وكتلت اي كلمة جود جوب مثلا، تمام. وبعد كده خش على الصفحة بتاعتك على اليوتيوب، هتاخد اللينك اللي موجود فوق، ترجع تاني للمهام، نحط هنا لينك اليوتيوب وتحط هنا رقم محفظة الإيثيريوم والت، بكده يكون الدروب ده انتهى. هتدوس صمت يبقى تاني نفذت. نخش على الدروب اللي بعده، الدروب اللي بعده لكن انا اخد فكرة عن ايه المكسب بتاعه. اكتبه هنا في الملحوظات، لا انا مش على مش هبص عليه كده، بص هنا في الدروب نفسه الدروب ده المفروض هيدينا 200 من عملة اسمها عملة ليتو، تمام. المهام انت قبل ما تنفذ المهام لازم تكون مشترك في الموقع بتاعهم نفسه، الاشتراك سهل ما فيهوش اي مشاكل، بعد ما تسجل وتشترك هتجيلك رسالة تفعيل فعل من ايميل، تمام. هتلاقي هنا حتى اليوم محفظة، الموقع ده عبارة عن محفظة، هتلاقي كلمة وايلت هنا، لو حابب تشتري حابب تستثمر اي، احنا مش هنستثمر احنا هنكسب من الدروب. يبقى خلاص سجلنا هنا اول حاجة في موقع المحفظة نفسه او موقع العملة. بعد كده هنخش هنا على المهام، اول مهمة طلبها منك انت تعمل لايك للصفحة بتاعتهم على الفيسبوك، عفوا تاني مهمة انت تعمل شير الفيديو على الفيسبوك هيحولك لبوست في فيديو هتعمل له شير، تالت مهمة تعمل تويت اللينك ده، رابع مهمة تعمل سبسكرايب للصفحة بتاعتهم على اليوتيوب يعني الفيديو بتاعهم، سبسكرايب تشترك في القناة بتاعتهم،
المهم الخامسة تعمل اشتراك في جروب تليجرام، المهم السادسة تعمل شيك في جروب تليجرام برضو، المهم السابعة دي اللي فيها نقطة انا اوضحها لكم. بتدوس عليها بتديك 3 اختيارات، لا هتعمل شيء هتعمل شير لحاجة انا هوريها لكم دلوقتي على 3 من الحاجات، انت لا فيسبوك لا تويتر لا لينكد ان. انا اخترت الفيسبوك، هوريكم انا عملت ايه. نفتح كده الفيسبوك مع بعض، تمام. خش الصفحة الرئيسية بتاعتي، ده البوست اللي انا عملته. هتلاقي هو كاتب لك بيقول لك اكتب لي كلمة ليتو اللي هو اسم العملة نفسها، لا اما على بالطريقة اللي انا كاتبها دي، لا اما خط ايدك وصور الورقة اللي انت كتبتها بخط ايدك وحط معاها الهاشتاج ده، هو هيبعت لك الهاشتاج ولينك مثلا المحفظة بتاعتهم. ده اللي انا عملته، فهوريكوا ازاي تعملوه. هتفتح برنامج الرسام، هتيجي هنا تكتب مثلا اللي متعرفش، تيجي على علامة الايه، هتعلم كده، تكتب مثلا اي حاجة، كلمة ليتو مثلا، اي كلمة، نشوف الكلمة بس ايه السبيلنج بتاعها صح. فين 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 اي كلمة مش مشكلة، المهم هناخد بس هو يبقى مديك كلمة ليتو نفسها بحطها، فاحنا ممكن ناخد الكلمة دي نفسها ونحطها مكانها. انا بوريك ايه حاجة بسيطة كده اللي ما بيعرفش يشتغل ايه فوتوشوب او كلام زي ده. هتيجي هنكبر الخط على اقصى حاجة، تمام، وهتعمل حاجة شبيهة لدي. هتيجي مثلا ايه، هتعلم على علامة الجردل ده وتختار اي لون، هخليها كده وتلون في النص، تمام. بقى كده انت عندك صورة، دي اللي هترفعها وتعمل سيف از وتخليها جي بي جي وترفعها كصورة كبوست عادي زي انا ما عامل. وهتلاقيه هو طالب منك ان انت ترفع مع الصورة اللي انت ترفعها. ازاي ترفع صورة؟ هتيجي هنا على كلمة فوتو، بالنسبة للناس اللي ما تعرفش، انا بوضح للناس اللي ما تعرفش، فوتو دي الصورة اللي انت عملتها بالبرنامج، كلمة لوتا يعني، تمام. هتيجي مجاب هو مديك هاشتاج، هتحط الهاشتاج هنا من فوق وتدوس ايه شير، كده تبقى المهمة بتاعتك انتهت. هتاخد اللينك بتاع الشير اللي انت عملته ده، لا مفيش، مش هتحطه كمان، انت بس مجرد ما هتعمل شير ترجع تاني للمهمة، هتعمل ريفرش للصفحة نفسها وتيجي هتدوس هنا على كلمة شو يور سبورت، هتلاقي كلمة الفيس ظهرت معاك، هتدوس على الفيسبوك كده هو ايه هيسجل المهمة من نفسه. وبعد كده اخر مهمة ليهم اللي انت تعمل فولو على موقع لينكد ان، وبعد ما تخلص هتدوس كلاين بس كده. ده الايردروب بتاعك، وهتستنى لغاية لما يحصل التوزيع في اخر فترة. هنشوف التوزيع هيحصل امتى. في ناس كانت بتسألني احنا بنسجل وعملات ما بتوصلناش، يا جماعة مش كل الايردروبات بتوصل في نفس اليوم او في نفس الاسبوع او في نفس الشهر. في ايردروب زي ده امره سهل، ده حاجة كده هايفة، زي ما بقول ده فاضل عليه يومين بالظبط، اهو مدينا ايه التاريخ بتاعه، يومين و11 ساعة، تمام. في ايردروبات ممكن تقعد 6 شهور، انا في ايردروب كان عملة نيرج قعد بس ده كسبت منه كويس، الايردروب ده ادي وصلني بعد 7 شهور. وفي ناس ساعتها كانت بتقول على الايردروب ده ملوش لازمة، والحمد لله انا كسبت منه، يعتبر من اكتر الايردروبات اللي كسبت منها مبلغ جامد يعني. فنحاول نسجل فيه وما نكسلش. في ايردروبات تاني معانا؟ لا كده تمام، ايردروبات انتهت النهارده. اتمنى يا رب يكون الشرح عجبكم، ولو عجبكم نوصل لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.